صباح الخير جميعا، الله يعطيكم العافية. بذكركم صراحة أنه عندنا assignment 2 إن شاء الله راح يكون يوم السبت مثل الأسبوع الماضي يعني، والمادة هي chapter 2 كامل ال 3 parts. إحنا بالسلايدات يعني تبعتنا مقسمين chapter 2 ل 3 parts، فكل ال parts are included بال assignment، ونفس الـ نفس الـ regulation، نفس الشيء زي ما صار في assignment 1، راح يكون من الساعة 8 الصبح للساعة 12 بالليل، وراح تكون العلامة من 100، وبعدين يصير لها scale من 20. الامتحان الأول كانت العلامة من 100، وراح يصير لها scale من 10، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق يعني. إذا في أي أسئلة بخصوص الـ assignment الثاني كبروسيجر كلوجيستكس أي شيء قبل ما نبلش بالشرح يعني، you are welcome طلاب اللي موجودين معنا على اللايف. طيب تمام أوكي. فهلأ إحنا بالمحاضرة الماضية صراحة بلشنا شوي نحكي عن الساين نمبرز وكيف تمثيل الساين نمبرز. فبالبداية بدي أذكركم بس هيك بشغلة على السريع وبعدين نرجع على السلايدات، انه احنا بالانساين نمبرز خلص الارقام either zero or positives or positive numbers. فاذا كان عندي n digit قديش كان الرينج تبعي، رينج الارقام لما يكون عندي n digit ويكون الرقم unsigned number، كان يكون من zero لما يكونوا كل الديجيتس zero لغايه اكبر رقم ممكن امثله using n digits هو عباره عن 2 to the power n minus 1، صح؟ هذا أكبر رقم أنت ممكن تمثله. طبعاً هذا كله positive، هاي اللي هون هاي مش ناقص، هاي تبعت ال 2، هاي اللي بتفصل الصفر عن 2 to the power n minus 1. طبعاً ال 0 بيكون ممثل bits 0 n times، وال 2 to the power n minus 1 بيكون ممثل ب all ones، صح؟ n digits، هدول بيكونوا n digits، وهدول نفس الإشي n digits هون. فلو for example if n was equal to 5 فالرينج تبعي راح يكون from 0 ل 2 to the power 5 minus 1 لغاية 31، هذا الرينج تبعي لما يكونوا طبعا unsigned numbers، لأنه ما في داعي، ما فيش عندي إشي أميز بيناته، ما فيش عندي أميز بين positive and negative numbers، فكل الديجيتس مستخدمة للقيمة للفاليو. أما في signed numbers حكينا ببداية بنهاية المحاضرة الماضية حكينا أنه في حالة signed numbers، لما نسينا نحكي عن الساين نمبرز، فبهاي الحالة لا بيصير الوضع مختلف. في الساين نمبرز بحتاج انه يكون عندي 1 بت تدلني هل الرقم is positive or negative، واختاروا اللي قلنا الموست سيجنيفيكانت بت، عشان هيك صاروا مثلا اذا الرقم كان عبارة عن ان بت الموست سيجنيفيكانت بت بيستخدموا له حرف الاس فور ساين، هاي الساين بت. بعدين اذا كان الرقم بيحتوي على ان ديجيتس وحتصير الموست سيجنيفيكانت بت هي a n minus 2 بدل a n minus 1 زي زمان، ولغاية آخر شيء هون a 0 اللي significant digit، طبعا في هون a 1 وهكذا. والساين بت قلنا اللي مستخدم والكومون بشكل كبير أنه إذا الساين بت is 0 this indicates أنه الرقم is positive، وإذا الساين بت is 1 this indicates أنه الرقم is negative. هلا في أكثر من طريقة قلنا لتمثيل الساين نمبرز، وبلشنا إحنا بأول واحدة فيهم اللي اسمها signed magnitude أو sign magnitude signed magnitude، وحكينا بهذا الفورمات بهاي الطريقة لتمثيل sign numbers sign والmagnitude منفصلين عن بعض، فالmost significant هي sign والباقي بيكون هو القيمة. فقلنا مثلا إذا عندك مثلا n عدد الديجيتس بيساوي 4، فالأرقام البوزيتيف كلها بتبلش بصفر، مثلا زي ما راح نشوف بالتابل كلها بتبلش بصفر، فعندي مثلا 0 0 هيك 1 0 1 0 اللي هي 2 0 1 1 اللي هو 3 وهكذا. اوكي، فدائما الموست سيجنيفيكانت لازم تكون صفر للأرقام الموجبة، وبتضلنا رايحين لغاية 0 1 1 اللي هو سوري 1 1 1 اللي هو أكبر رقم، يعني لغاية 0 1 1 1 اللي هو زائد 7
أكبر رقم بوزيتيف ممكن تمثله بالساين ماجنيتيود. الزيرو بتدلك أنه الرقم is positive وال111 هي الماجنيتيود الباقي البتس. وعلى على الرايت على النيجاتيف سايد لازم يبلش الأرقام بواحد، فمثلا إذا بحط واحد وبعديها 001 هذا معناته سالب واحد، هذا زائد واحد زائد اثنين وهكذا زي هيك. أما هاي سالب 1010 يعني سالب 2. لاحظ أنه السالب 2 الماينس 2 والبلس 2 نفس الريبريزنتيشن، الاختلاف الوحيد بس بالساين، أما الماجنيتيود نفسها، وبالتالي راح يكون أصغر رقم نيجاتيف هو 1111 اللي هو بمثله أو بعتبره ماينس 7. لاحظ الفرق، لو أنه الأربعة بت هدول، لو أنه هذا الرقم الأربعة بت أنت بدك تعامله على أنه unsigned، هذا مفروض يكون قيمته زائد 15 لو أنه unsigned number، لأنه ببطل في داعي للإشارة. أما لما يكون بالساين ماجنيتيود، لما يكون الرقم حكيت لك أنا أنه ممثل بالساين ماجنيتيود، هاي بتساوي زائد 7. لاحظ هون this is unsigned، هذا assuming أنه الرقم unsigned، هذا assuming أنه الرقم signed. وإيش مستخدم في sign magnitude، طريقة sign magnitude بتمثيله. okay. واضح الفرق between the two. وطبعا حكينا أنه بالsign magnitude الزيرو إله طريقتين لتمثيله، there are two representation للزيرو. الزيرو ممكن يكون عبارة عن zero all zeros زي هيك، أو برضو 1 وبعديها all zeros. هاي زي كأنك عم تحكي هون plus 0 minus 0، بس هم التين واقعيا زي بعض، هدول التنتين there are two representation للزيرو. على كل حال مش هذا هو الفورمات اللي احنا صراحة راح نركز عليه بهذا الكورس، لأنه مش هو الكومون أكثر، فبس أنا حبيت أحكي لك عنه. وطبعا إذا بتلاحظ بناء على هاي، لما أخذنا إن عدد الديجيت 4 كان أكبر رقم 7 وأصغر رقم minus 7، فالرينج دائما في حالة الساين ماجنيتيود هو 2 to the power n minus 1 minus 1 بالسالب، من minus 2 to the power n minus 1 minus 1 لا أكبر رقم هو زائد 2 to the power n minus 1 minus 1. أوكي نجرب، حط بدل n 4 بيطلع هون minus 2 to the power 3 اللي هو 8، يعني minus 7 لغاية 2 to the power لغاية plus 7. في أي سؤال على الساين ماجنيتيود؟ الطريقة الأولى لتمثيل الساين نمبرز. طيب الطريقة الثانية لتمثيل الساين نمبرز هي باستخدام الكومبليمنتس اللي تعلمناهم لما حكينا عن الأنساين نمبرز سبتراكشن، اللي هي الديمينيشت ريدكس أو الآر ماينس ونز، والريدكس كومبليمنت اللي هي الآرز كومبليمنت. بس عشان نحن هنا صراحة خلص عم نركز على الباينري، فالديمينيشت ريدكس اللي هي الآر ماينس ونز اللي هي الونز كومبليمنت، والريدكس اللي هي كانت R's complement اللي هي 2's complement. فراح نشوف كيف الساين نمبرز بتمثلوا باستخدام هدول الـ 2 complement formatting. فالطريقة الثانية لتمثيل الساين نمبر أو الـ representation الثاني للساين نمبر إشي اسمه signed one's complement format. إيش الفكرة بالsign one's complement format؟ لساته إذا the most significant bit zero this indicates أن الرقم is positive، بغض النظر إيش بيجي هون this indicates أن الرقم is positive، وزي بالsign magnitude وإذا the most significant bit is one this indicates أن الرقم is negative. بس ما بنطبق عليها اللي بنطبق على ال sign magnitude، يعني هدول البيتس مش دائما تقدر تقرأهم على انهم الفاليو في حالة البوزيتيف نمبر، بس ما بتقدر تقرأهم على انهم الفاليو في حالة النيجاتيف نمبر. خليني احكي لك ليش. لانه بهاي الطريقة هم بيعتمدوا this approach to represent النيجاتيف نمبرز. خلينا نفترض نفس الاشي n تساوي 4، البوزيتيف نمبرز راح يضلهم مثل ما هم، يعني راح ابلش ب بلس 1 والموست سيجنيفيكانت هي الواحد لغايه بلس 7، الموست سيجنيفيكانت هو زائد 7، هذا اكبر شيء. نفس الشيء يعني كبوزيتيف نمبر طريقه التمثيل هي نفسها، سواء كنت عم تحكي عن ونز كومبلمنت او الساين ماجنيتيود الابل. بس لما نيجي نحكي عن الارقام السالبه، الأرقام السالبة ما بتصير بس أنك تعكس الساين بيت، هذيك ساين ماجنيتيود. هون الأرقام السالبة زي كالآتي، إذا بدك تحسب بدل واحد سالب واحد
لازم تعمل لهذا الرقم الـ ones complement. إيش هي الـ ones complement في الباينري؟ أنك تعكس البيتس، يعني بيصير هيك 1 1 1 0. هذا الرقم هو إيش؟ تمثيل لإيش؟ تمثيل للسالب 1. هيك الـ ones complement من اسمها أصلاً، إنه هو بيستخدم الـ ones complement عشان يمثل الأرقام السالبة. فمثلاً الرقم 2 اللي هو يعني الرقم بلس 2، كيف تمثيله؟ كيف تمثيل النيجاتيف 2؟ كيف بعكس إشارته؟ كيف بخليه سالب؟ بعكس البتس الـ ones complement، بصير 1 1 0 1. شوف مثلاً هون هذا الرقم اللي هون هلأ أنا كتبته، هذا لو أنه كان sign magnitude شو بتطلع قيمته؟ لو أنه كان sign magnitude الفورمات اللي حكيناه قبل شوي، هاي الواحد بقول لك أنه سالب، والفاليو 1 0 1 اللي هي 5. هيك كان طلع في sign magnitude. بس هون عشان هذا different representation، this is sign ones complement، 1 1 0 1 هو سالب 2 ليس سالب 5. هيك طريقة الحساب، وهكذا بتضلك ماشي بالأمور لغاية ما توصل لأصغر رقم اللي هو برضو بدل زائد 7 بتحولها ل 1000 اللي هي سالب 7. وضحت الفكرة كيف الأرقام النيجاتيف ممثلة إذا بتحكي عن الساين ونز كومبليمنت فورمات؟ طبعاً زي ما كانت الحالة في الساين ماجنيتيود، برضو هون الزيرو إله تو ريبريزنتيشن. إيش هم التو ريبريزنتيشن تبعون الزيرو؟ هي إذا كان all zeros زي هيك، هذا يعتبر زي كأنه زائد زيرو. طب كيف راح يكون الماينس زيرو برأيك؟ اللي هو الونز كومبليمنت لإله، إيش هي الونز كومبليمنت؟ all ones، هذا بعتبره زي كأنه ماينس صفر. برضو في طريقتين لتمثيل الزيرو، وواضح هون برضو أنه الرينج تبع الـ ones complement الـ signed complement برضو نفس الرينج تبع الـ signed magnitude، من minus 2 to the power n minus 1 minus 1 لغاية plus 2 to the power n minus 1 minus 1، أكبر رقم positive ممكن نمثله. تمام؟ هلأ يعني الفكرة هون أنك إنت في ناس لما صمموا، لما أجوا بدي يختاروا طريقة لتمثيل الأرقام الساين، يعني الأرقام اللي معها إشارة، في ناس اقترحوا هذا التمثيل اللي هو الونز كومبليمنت، في ناس اقترحوا التمثيل تبع الساين ماجنيتيود، وفي ناس الكومون أكتر زي ما نحكي هلا اللي هو الساين توز كومبليمنت. تمام؟ في أي سؤال لغاية هون؟ هلا بس بدي أوضح لك شغلة. لما أنت واحد يحكي لك هذا الرقم، هل عندي رقم N هو بالباينري مثلا 1 1 0 1 1 0 مثلا، واجى اعطاك معلومه انه رقم n هو عباره عن، اعطاك كيف ممثل بايش، باي فورمات ممثل هذا الرقم، حكى لك هذا الرقم اللي هو n ممثل بالساين ونز كومبليمنت فورمات، هيك اعطاك هاي المعلومه. اوكي، اذا حكى لك انه n ممثله بالساين ونز كومبليمنت، لما تتفرج على هذا الرقم اذا حاب تحوله لديسيمال، اول شيء بتتفرج انه بتحكي بما انه الموست سيجنيفيكانت بت از 1، معناته هذا الرقم بالديسيمال هو نيجاتيف، اشارته نيجاتيف. طب قديش قيمته؟ صراحه صعب تعرف قيمته، ما بتقدرش تعرف قيمته. هيك شو لازم تسوي؟ لازم تحوله للبوزيتيف بارت زيه. كيف بحوله للبوزيتيف؟ احنا كنا لما نحول من بوزيتيف لنيجاتيف اعمل الونز كومبليمنت، برضه اذا بدك من نيجاتيف لبوزيتيف برضه اعمل الونز كومبليمنت. يعني ايش الونز كومبليمنت لهذا الرقم؟ هيدا اكتبه هون فوق 100100، صح؟ هلا هذا الرقم بالونز كومبليمنت، هاي اللي كاتبين هيك، ايش هو؟ هذا زائد 9، صح؟ لانه هي هون بوزيتيف هاي، وهي هون 1001 اللي هي 9. اذا هذا الرقم اللي هون هو سالب 9، لانه هو الونز كومبليمنت للزائد 9، اذا هو سالب 9. وضحت الفكرة كيف عرفت قيمة هذا الرقم؟ طب لو كنت حكي لك بس مثال، لو كنت حكي لك طيب أنه N، افترض أنه N مش sin ones complement، افترض أنه N sin magnitude، لو أنها ممثلة بالsin magnitude، قديش بتطلع قيمتها بالديسيمال N؟ أول إشي بتاخد ال one digit، هاي بتحكي أنه الرقم نيجاتيف سالب، بس خلص ما بتعملش ولا ones complement ولا إشي، البيتس اللي ضايلة هي الفاليو. طب قديش هاي البيتس؟ بدك تتذكر الويتس، ايش الويتس؟ 0 سوري 1 2 4 8 و 16، معناته قديش الويتس؟ ال 16 زائد 6 اذا هو ماينس 22. شايف الفرق بالفاليوز؟ اذا كان ساين ماجنيتيود او ساين ونز كومبلمنت بيفرق عن بعض الرقمين. تمام؟ في اي سؤال هون على هذا الشيء؟
في أي سؤال؟ أوكي. الطريقة الثالثة لتمثيل الأرقام واللي هي الكومون واللي إحنا راح يعني بنركز عليها هلأ لما نحكي عن الهاردوير تبع الساين نمبر هو الساين توز كومبليمنت فورمات. Signed two's complement format. Okay. طيب ال signed two's complement format again it's the same. لما يكون عندي عدد الديجيت أربعة مثلا لسه الأرقام البوزيتيف دائما الأرقام البوزيتيف بغض النظر شو الفورمات زي بعض يعني ببلشوا من 0001 لأنه the most significant zero this indicates أنه الرقم is positive. 0010 اللي هي زائد 2 زائد 1 زائد 2 والماكسيمم بوزيتيف نمبر هو زائد 7 بلس 7 اكثر شيء. اوكي هذه طبعا هي هنا الماجنيتيود تبع الرقم انا هون عم بحكي. اوكي طبعا الارقام النيجاتيف شو راح تكون؟ قبل شوي لما كان ساين 1 كومبلمنت كيف كنت احسب النيجاتيف 1؟ احسب ال 1 كومبلمنت. هلا بدل ال 1 كومبلمنت بدي احسب ال 2 كومبلمنت حسب الاسم. فايش معناته ايش السالب 1؟ السالب 1 هو التوز كومبليمنت للزائد واحد. ايش التوز كومبليمنت؟ متذكرين كيف كنا نحسب التوز كومبليمنت؟ بدور على اول واحد من اليمين بدخليه زي ما هو وكل وبعدين كل البيتس بتنعكس بتصير واحد 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 مزبوط. هذه معناته شوف كيف صار تمثيل نيجاتيف 1 في التوز كومبليمنت. طيب نيجاتيف 2 كيف ممثله؟ برضو اجين نيجاتيف 2 بنفس الطريقه هي 0 بتضلها مثل ما هي وهي اول واحد وبعدين بعكس البيتس اللي بعديهم. برضو again دائما كالعادة negative number راح يكون the most significant bit is 1. طيب لو أجيت عند زائد 7 إيش ال minus 7 هون؟ قديش راح يكون ال minus 7؟ أول bit قيمتها 1 بخليها الباقيين بعكسهم وهي بيصير 1001. طيب ال 0 كيف تمثيله في two's complement؟ أول شيء ال 0 العادي هيو 0000 صح؟ اللي هو زي ما كنا نسميه plus 0. طيب متذكرين كنا شو كنا نحكي الرول ايش التوز كومبليمنت؟ ايش التوز كومبليمنت للرقم n؟ ايش التوز كومبليمنت اوف n؟ اف n equals لزيرو. هاي قاعده تعلمناها. التوز كومبليمنت او الارس كومبليمنت للرقم لما الرقم يكون زيرو بتضلها زيرو نفسه. اف n equals زيرو برضه بتساوي زيرو. يعني لو جيت تحسب هون التوز كومبليمنت بضله برضه زيرو. فايش هذا الاشي معناته بالتوز كومبليمنت؟ الزيرو له بس 1 representation ما فيش له plus 0 minus 0 زي في الونس complement وزي في الساين magnitude بس 1 representation. طب شو معناته هذا الحكي؟ هل قبل لما كان له 2 كان له 2 representation كانت الارقام موزعه بشكل صحيح بين بين البوزيتيف وبين النيجاتيف يعني عددهم زي بعض بس هون لو جربت تعبي الارقام كلياتها راح تشوف انه في رقم واحد ما استخدمناه او يعني فورمات واحد ما استخدمناه اللي هو هاد 1001. طب هذا ايش بيساوي؟ هلا هذا بما انه مش مستخدم هذا وبما انه هنا واحد اذا هو اتس نيجاتيف نمبر فبالتالي وين راح يجي؟ راح يجي على طول بعد السبعه فديس ريبريزنت 1000 ريبريزنت الماينس 8 في التوز كومبليمنت. عشان هيك الارقام النيجاتيف في التوز كومبليمنت دائما اكثر بواحد من الارقام البوزيتيف من عدد الارقام البوزيتيف. طبعا في لما يكون عندي عدد ديجيت معين زي أربعة بيطلع الماكسيمم السمولست نيجاتيف نمبر هو 2 ماينس 2 تو ذا باور ان ماينس 1 بدون ماينس 1 واكبر رقم بوزيتيف هو 2 تو ذا باور ان ماينس 1 ماينس 1 لسه زي قبل. بس الارقام النيجاتيف في رقم نيجاتيف زياده اللي هو 1000 هذا هو ماينس 8 زي هيك. اوكي هلا في احنا اللي راح نعتمده صراحه بشكل كبير هو الساين توز كومبلمنت ريبريزنتيشن لانه كثير بحل مشاكل واحده منها من اهمها انه الزيرو له بس 1 ريبريزنتيشن وبرضه لانه بيسهل عمليه الاد والسبتراكت يخليها مثلها مثل الانساين زي ما راح نشوف. فعشان هيك راح نعتمد على الساين توز كومبلمنت. بس يعني ممكن يجيك صراحه انك نطلب منك تحسب يعني تحكي لنا ايش قيمه الارقام بالساين ماجنيتيود وبالساين وانس كومبلمنت وهكذا. اوكي بس هذا اللي هون اللي بدك تعرفه. طيب في اي سؤال؟ في
في أي سؤال هون قبل ما أكمل؟ أي سؤال شباب على الشات على الميكروفون؟ أي تمام. طيب في ملاحظة هون على التوز كومبليمنت كمان قبل ما نروح، اللي هي الآتي. بس هذا هاي ملاحظة بس في التوز كومبليمنت، أنه إذا بتتفرج على الأرقام النيجاتيف مثلا وبرضو الأرقام البوزيتيف عادي، شو كانت الويت إحنا عندنا في الباينري؟ إحنا متعودين الويت زي هيك صح، 1 2 4 8 مزبوط زي هيك، لأنه هذا بت 0 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3. على النيجاتيف سايد الويت زي هيك، طلع هاي بس للتوز كومبليمنت، النيجاتيف سايد هذا 1 2 4 كلياتهم زي بعض، بس الموست سيجنيفيكانت الويت تبعه سالب، بس الموست سيجنيفيكانت عشان يخلي الرقم قيمته سالب. فجرب مثلا هذا لما يكون الرقم 1 1 1 1، جرب اجمع الويتس تبع، يعني احسب له الديسيمال تبعته. مش كنا ناخذ كل بت ونضربها بالويت تبعها، 1 ضرب 1 زائد 1 ضرب 2 زائد 1 ضرب 4 زائد 1 ضرب -8 لانه الرقم سالب، بس هذه بتكون بالسالب. فهون ايش بيطلع؟ -8 زائد 4 زائد 2 زائد 1 هي -8 زائد 7، اللي قديش بالديسيمال تطلع؟ -1، زي ما انا متوقع هي هون -1. نفس الشيء هذا ال 1000 اللي هون، انت بس عندك هاي الواحد، يعني 1 ضرب -8 والباقي نصفار، فبيطلع برضو -8. هذا اللي هون مثلا 1 ضرب -8 زائد 1 ضرب 1 فبيطلع -7، وهكذا. هذا الحكي بس بنطبق للساين توز كومبليمنت. معناته لو انا زي بالمثال اللي قبل شوي، لما كنت معطيك مثال زي هيك، كنت معطيك مثال انه ان مين يعمل هيك، معطيك مثال انه ان بيساوي مثلا، كان الرقم اي ثينك كنت حاطه زي هيك 1 كان هو -22 زي هيك، كان الرقم بالباينري. قلنا هذا لو انه ان، اذا بدي افترض انه ان هي ونز كومبلمنت، او سوري خليني ابلش فيهم بالترتيب. اول شيء لما كان ساين ماجنيتيود طلعت القيمه معي -22، ساين ماجنيتيود طلعت القيمة معي، أخذت قلت هاي سالب هاي سالب، وهاي لما جمعت الويتس تبعونهم صح هيك بالساين ماجنيتيود 1 2 4 8 16 اللي هو -22، هذا بالساين ماجنيتيود. وبالونز كومبليمنت قلنا لو انه طبعا يعني انت هو راح يكون واحد منهم بس، قصدي حسب انت ايش المعطيات اللي عندك، ان ممثلة باي طريقة. اذا كانت ان بالونز كومبليمنت فانت برضو بتعرف انه نيجاتيف لانه البت هاي 1، بس كيف تعرف قلنا قيمتها؟ احسب لها الونز كومبليمنت، قلنا بتصير 1 0 0 1 0 0 زي هيك. فهاي بما انه هاي +9، اذا هذا الرقم اللي هون هو -9. نيجي طيب لو كان توز كومبليمنت، لو اجيت لك قلت لك الرقم ممثل بالتوز كومبليمنت فورمات، اذا حكيت لك انه الرقم ممثل بالتوز كومبليمنت فورمات، صراحه عندك طريقتين لأنك تلاقي قيمة الرقم بالديسيمال. إيش هم الطريقتين؟ زي هون، زي ما عملت هون، أني أحط الويتس تبعون التوز كومبليمنت. إيش الويتس تبعون التوز كومبليمنت؟ 1 2 4 8 16، وهاي الأخيرة -32 عشانها الساين بت في التوز كومبليمنت. فبجمع الويتس عندي الواحد بيطلع -32 زائد +16 +4 +2 اللي هي +6، فإيش بيطلع الجواب هون؟ -16 + 6 يعني الجواب -10 بالديسيمال. شوف كيف نفس الرقم، نفس الباينري، بالساين ماجنيتيود وبالونز كومبليمنت وبالتوز كومبليمنت له ثلاث ارقام مختلفه حسب ايش الريبريزنتيشن اللي هاد. اما الارقام البوزيتيف بالثري فورماتس دائما نفسها، اما النيجاتيف مختلفه. طب ايش الطريقه الثانيه لحساب التوز كومبليمنت؟ الاولى كانت هيك، شو الطريقه الثانيه؟ زي ما سوينا بالونز كومبليمنت، انه ايش البوزيتيف، ايش لو بدك تشوف ايش الرقم اللي بيقابل هذا كبوزيتيف نمبر، مش في ممكن في رقم بيقابله بالبوزيتيف؟ كيف بعرف ايش الرقم اللي بيقابله؟ اذا عندي نيجاتيف كيف بعرف الرقم اللي بيقابله بالبوزيتيف؟ احنا لما كان عندنا بوزيتيف كنا نحسب له التوز كومبليمنت. نفس الشيء اذا عندي النيجاتيف احسب له التوز كومبليمنت، بيعطيك البوزيتيف، بيرجع لك للبوزيتيف. شو التوز كومبليمنت هون؟ 0 1 صح، هي اول بت 1 0 1 0 0. ايش هذا الرقم بالباينري؟ هذا الرقم عشان انه بلس هون زائد 10، اذا ايش هذا الرقم اللي هون؟ هو -10.
هذا فهي عم بوجدك طريقتين انك تعرف انه هو سالب 10. يا بتجمع الويتس وبتحط هذا الويت نيجاتيف في التوز كومبلمنت طبعا هذا الحكي، او بتحول الرقم من نيجاتيف لبوزيتيف، واذا عرفت القيمه البوزيتيف بس عليك تغير الاشاره لنيجاتيف. في اي سؤال على الثري ريبريزنتيشن للساين نمبرز؟ ones complement, twos complement أو sine magnitude؟ واضحة الأمور؟ أوكي. تمام. هلا أوكي أشوف في سؤال يبدو. طيب بدي ارجع احول شوي على السلايد هون. اوكي هي هون بالنسبه للسلايد، هي الثلاثه تكنيكس وهي الرينج تبعهم زي ما قلنا، وهي هون مثال صراحه، بس احنا اخذنا مثال 4 بت، هون مثال على 3 بتس للثري تايبس. لاحظ انه الارقام اللي هي من الارقام، لو اجيت الارقام، لو اجيت على الارقام من الارقام الموجبه، سواء كنت عم تحكي عن، سواء كنا عم نحكي عن زائد واحد زي هيك، طلع الارقام الموجبه بالثري تايبس كلاتهم زي بعض صح. هي زائد 2 وهي زائد 3، هذول عشانهم 3 ديجيتس، عشانهم n يساوي 3، فاكثر رقم هو بلس 3 صح، ما بقدرش اكثر من هيك. This is the maximum number. هلا الاختلاف دائما بيصير في الارقام السالبه، طريقه تمثيل الارقام السالبه زي ما قلنا. شوف مثلا بالساين ماجنيتيود الارقام السالبه هي نفس الارقام الموجبه بس باختلاف الاشاره، فمثلا قارن ماينس 1 مع بلس 1 نفسها باختلاف الاشاره، ماينس 2 مع البلس 2 نفسها مع اختلاف الاشاره، وهكذا. ودائما عدد الارقام النيجاتيف والبوزيتيف بيكون نفسها، وفي عندي 2 ريبريزنتيشن للزيرو في حاله الساين ماجنيتيود وفي حاله الونس كومبلمنت. هلا بالونس كومبلمنت الارقام النيجاتيف كيف بحسب الرقم النيجاتيف؟ باخذ الرقم البوزيتيف وبحسب له الونس كومبلمنت تبعته، يعني بعكس البتس، وهكذا بالنسبه للهدف. الاختلاف في التوز كومبلمنت هو انه الارقام النيجاتيف هي باخذها دائما، الارقام النيجاتيف دائما باخذ الرقم البوزيتيف وبحسب له التوز كومبلمنت تبعته هيك بطلع، فهذا بيؤدي انه يكون عندي بس 1 ريبريزنتيشن للزيرو اللي هو صفر، وبطلع عندي رقم نيجاتيف زياده اللي هو بهالحاله سالب 4، الرقم سالب 4 في حاله الثري ديجيتس. هلا هون صراحه بديك برضه تلاحظ شغله تتذكرها دائما، بما انه احنا اكثر شيء يعني مهتمين فيه هو التوز كومبلمنت، فتذكر دائما قد ما يكون عدد الديجيتس، قد ما يكون عدد الديجيت ان عندك 3 4 5 6، قد ما يكون عدد الديجيت، اذا كان الرقم ممثل بالتوز كومبلمنت وكان الرقم عباره عن اول وانز كلياته واحد، الرقم بالباينري يعني كان الرقم كلياته واحد بالباينري، اوكي هذا الرقم لما تحوله لديسيمال الاول وانز لما يكون طبعا هو نيجاتيف لانه الموست سيجنيفيكانت بت في واحد، لما تحوله لديسيمال بيطلع الرقم سالب واحد، بيطلع الرقم ماينس 1 بالديسيمال. اوكي هذا بالديسيمال الحكي، دائما هيك بصير، دائما هذا الحكي صحيح. كيف عرفت انه دائما هذا الحكي صحيح؟ لانه دائما لما يكون الرقم اول وانز لما تحسب له التوز كومبلمنت تبعته ايش بيكون التوز كومبلمنت؟ دائما اول بت راح تكون واحد لانه هي واحد، والباقيين شو راح يكونوا كلياتهم؟ زيرو. اذا الرقم البوزيتيف هو، اذا الرقم البوزيتيف هو واحد معناته هذا الرقم النيجاتيف اللي هو اول وانز هو سالب 1، فدائما اول وانز، اول وانز في التوز كومبلمنت معناته انه الرقم سالب واحد، ودائما لما يكون في واحد وبعديها كلياتها صفار في التوز كومبلمنت زي الرقم الاخير هذا اللي هون واحد وبعديها صفار، ايش بيكون هذا الرقم الواحد؟ وقد ما يكون عدد الصفار اللي بعديه شو بيكون هذا الرقم في التوز كومبلمنت؟ في التوز كومبلمنت هذا الرقم بيكون بدك تتذكر بيساوي this number will be equals ل minus برضه سالب هذا الرقم 2 to the power n minus 1 اللي هو اصغر رقم نيجاتيف.
فمثلا هون لما كان n عدد n الديجيتس كان 3 واحد وبعديها all zeros ايش راح تكون 2 to the power 3 minus 1 اللي هي minus 2 to the power 2 اللي هي minus 4. لو انه n كانت 5 راح يكون اصغر رقم نيجاتيف هو minus 2 to the power 4 اللي هو minus 16 and so on and so forth. اوكي في اي سؤال؟ هذا الحكي بس هذا الحكي اللي كتبته هون بنطبق بس لمين؟ بس عن التوز كومبليمنت فورماتنج. تمام؟ بس للتوز كومبليمنت هاي المعلومتين اللي هون اللي هاي واللي هون هذا بس للتوز كومبليمنت فورمات. او حلو النجمة هاي طلعت. تمام؟ في اي في اي اي سؤال؟ طيب اوكي شايفين هون هذا مثال ثاني represent the number minus 9 using 8 bits. شوف يعني هذا سؤال مختلف شوي. قبل شوي أنا كنت أعطيك الرقم وأسألك قديش قيمة الرقم بالديسيمال إذا كان sign magnitude إذا كان ones complement إذا كان twos complement. هون لا هون قاعد بقول لك أنه هون قاعد بحكي لك أنه أنا بدي إياك تمثل لي الرقم اللي هو سالب 9 تمثل لي إياه باستخدام 8 bits على فرض بدك تمثله بالفورمات الثلاثه مره يعني تعطيني الجواب مره لو انه كان ساين ماجنيتيود لو انه الرقم ونس كومبلمنت ولو انه الرقم توز كومبلمنت. اوكي فبهاي الحاله كيف بيكون الريبرزنتيشن؟ اول شيء انت اسهل مثلا تعال على الاول وحده اللي هي الساين ماجنيتيود. اوكي ساين ماجنيتيود اول وحده اللي هي ساين ماجنيتيود اللي هي هاي. اوكي كان أسهل لو استخدم البورد بس على كل حال. أوكي طيب بالساين ماجنيتيود 8 بت وتكون قيمتهم سالب 9 أنا بعرف أنه بالساين ماجنيتيود السالب 9 زي الزائد 9 باختلاف الساين بت. كيف زائد 9 باستخدام 8 بت؟ هم زي هيك هي 9 أول إشي بس عشانهم 8 بت بضيف معهم 4 زيروز. هذا لو أنه كان زائد 9 طب انا المطلوب مني سالب 9 فشو بسوي؟ الموست سيجنيفيكانت بت هاي الصفر بشيلها وبحط بدالها واحد. هاي هذا الرقم بصير سالب 9 بالساين ماجنيتيود. طيب بالونس كومبلمنت بالونس كومبلمنت ايش السالب 9؟ برضو اجين انا بعرف انه بالونس كومبلمنت لو انه كنت بدي زائد 9 مش سالب 9 كان راح يكون زي ما قبل شوي كتبت 1001 all zeros. طب شو بتكون السالب 9؟ الونس كومبلمنت له شو يعني؟ بدي اعكس كل البيتس يعني بده يصيروا 0 1 1 0 1 1 1 1 لانهم كانوا هم طبعا لانه هم راح يكونوا اربع اصفار زائد 9 فانا كل شيء بحوله هذا بيطلع زي هيك هذا بيطلع سالب 9. طيب طبعا هذا سالب 9 بحسب مين؟ حسب الونس كومبلمنت. واخر شيء حسب التوز كومبلمنت برضو again لو انه 4 بت 9 اللي هم قلنا 1001000 طب معناته التوز كومبلمنت لإلها يعني السالب منها بيكون اني احسب التوز كومبلمنت اول بت قيمتها 1 هي بخليها مثل ما هي والباقيين كلهم سوري والباقيين بعكسهم فبيصير 1 1 0 1 1 1 1. فهذا الطريقه لتمثيل الرقم سالب 9 بالثري تكنيكس بالساين ماجنيتيود بالونس كومبلمنت وبالتوز كومبلمنت ريبريزنتيشن. الارقام السالبه بتطلع مختلفه بالثري ريبريزنتيشن. اما لو كان طالب مني هو مثلا زائد 9 بدل سالب 9 شو كان صار؟ لو كان طالب زائد 9 كلياتهم بيطلعوا نفس الشكل اللي هو ايش عادي 4 زيروز وبعدين 1001 كل الـ 3 فورماتس لهم نفس الجواب للأرقام البوزيتيف. أوكي؟ في أي سؤال؟ واضحة الأمور هون؟ نكمل؟ طيب هاي المعلومة أنا أعطيتك إياها أنه الأكثر أكثر أكثر طريقة كومون لتمثيل الساين نمبر هي الـ توز كومبلمنت، توز كومبلمنت ساين نمبرز. وعشان هيك هي اللي مركز عليها بالكورس. وحكينا برضو معلومة انه اذا عندي n bits من الساين نمبرز فبقدر احسب القيمة الديسيمال فاليو تبعتها عن طريق الاكويشن اني اضرب كل بت b of i بالويت بالوزن تبعها اللي هو 2 to the power i الا الموست سيجنيفيكانت بت بضرب الوزن تبعها بصير سالب هي الموست سيجنيفيكانت اللي هي bn minus 1 هذه اللي هي الموست سيجنيفيكانت بضربها في minus 2 to the power n minus 1 وبحسب القيمة.
هذا برضو أنا ورجيتك هي هذا بنط هذا بتوس كومبليمنت. فإذا مثلا عندك زي هذا الرقم قلنا هاي هذا مثال تاني وشوف شوف السؤال What's the value of the two's complement number؟ أعطاك معلومة إيش هو ممثل بأي فورمات. كان ممكن يكون السؤال What's the value of the sine magnitude number أو of the one's complement number، بس هون هو حكالك of the two's complement number، يعني هذا الرقم two's complement فهو عشان واحد هنا سالب طبعا أكيد راح يكون، وبقدر أحسب الفاليو أو بقدر أحسب الفاليو أنك الطريقة اللي إحنا مثلا طريقة أنك تحوله لبوزيتيف الـ 2's complement لإله 1 0 0 1 1 0 هدول شو الويتس تبعهم، هاي 1 وهاي الويت تبعها 8 وهاي الويت تبعها 16 اجمع الويتس بطلع 25 إذن هو ماينس 25. أو زي ما قلنا أو أصلا بتاخد الويتس زي هيك 1 و 2 و 4 وهدول 8 و16 واخر واحدة هون الويت تبعها بيكون سالب يعني سالب 32 فبطلع سالب 32 زائد 7 اللي هو مجموع الويتس هدول بطلع برضه سالب 25 هي زي ما هو محطوط هون. اوكي فالطريقتين صحيحات ومفروض يعطوك نفس الجواب. طيب انا هلا بدي في اي اسئله في احد عنده اي كومنت او سؤال؟ إن شاء الله يكون كل شيء تمام واضح. طيب بدي أحكي صراحة عن العمليات الحسابية الـ arithmetic operations للـ signed numbers. إحنا شفنا كيف الـ arithmetic كيف بجمع وبطرح unsigned numbers في المحاضرة الماضية وتوصلنا لهذا اللوجيك البسيط اللي كان بيعمل لي الجمع والطرح للـ unsigned numbers. طيب إذا كانوا الأرقام signed يعني positive أو negative ممثلين كـ signed two's complement format الاديشن ما بتغير بضله زي ما هو عادي بجمع البيتس عادي بجمع A زائد B عادي وبطلع عندي السم بت وبطلع عندي الكاري ما في اي اختلاف بين السايند والانسايند نمبرز. فانت راح تجمع الارقام انكلودينج الساين بيتس حتى الساين بيتس عادي بتجمعهم يعني يو ويل اد ذا ساين بيتس برضه. اوكي ما مش انك تشتكي والله الساين بت ات ويل نوت بي انكلودد بالاوبريشن لا ات ويل بي انكلودد از ويل ومنشوف شو بنسوي بالكري بس هلا مبدئيا راح نعمل لها ديسكارد وي ويل اغنور ات. فمثلا خليني اعطيك مثال لو انت عندك مثلا 4 بت هذا الرقم اللي هو زي هيك مثلا هي هذا توسكم هي هذا الرقم سالب طبعا هذا الرقم سالب وبدي اجمع له رقم موجب اللي هو هيك. هلا لو جيت سالتك هدول الارقام شو هم اللي تحت هذا زائد 4 لانه هي هون الاشاره تبعته بوزيتيف بالديسيمال وهذا اللي هون قديش هو هذا الويت تبعه لا تنسى 1 وهذا الويت تبعه سالب 8 عشانه توس كومبليمنت فمعناته اللي فوق قيمته سالب 7 واللي تحت قيمته 4 فمفروض ايش يطلع الجواب معي سالب 3 صح لما اجمعهم. طيب اجمعهم الجمع العادي اللي احنا بنعرفه عادي اجمعهم جمع عادي انكلودينج الساين بت بما في ذلك الساين بت ايش بطلع هون الجواب لما تجمعه بطلع 1 0 1 1. اول معلومه انه الجواب طلع سالب زي ما انا متوقع لانه هي الموست سيجنيفيكانت بت از 1. طب هذا الرقم السالب قديش قيمته بما انه بالتوس كومبلمنت شوف الويتس تبعونه 1 2 و4 وسالب 8 اجمع الويتس تبعون الواحد قديش بيطلع الرقم بيطلع الرقم سالب 8 زائد 5 صح هذول 4 و1 زائد 5 اللي هو سالب 3 اللي هو انا عندي الرقم الجواب الصح صح سالب 3 مظبوط طلع معي الجواب سالب 3 بس بمجرد اني جمعت البيتس مثل ما هم انكلودينج الساين بيتس. هلا راح اورجيك اكزامبلز اكثر انا بس كنت حابب اورجيك انك لما تجمع الساين بيت عادي بيطلع الجواب صحيح. في بعض الحالات ممكن يطلع الجواب غلط راح نحكي عنها لقدام بس هلا مبدئيا انا قررت ما بتحددوا نوع طريقه العرض الرقم ايش السؤال طريقه عرض الرقم ما بتحددوها باي نوع يعني بالونس كومبليمنت توس كومبليمنت لا ما هي طلع ايش احنا هون كاتبين ساين توس كومبليمنت اريثمتك يعني احنا مفترضين انه انا هون عم بعمل الارقام اللي مكتوبه هي بالتوس كومبليمنت فورمات تمام عشان هيك يعني اصلا احنا ما راح نورجيك كيف صراحه بيصير يعني حتى بالكتاب هاي مش مغطي لانها اتس نوت فيري كومن بامكانك تستنتجها بس يعني وتعملها ديزاين بس احنا ما مش موجوده في الكتاب مش موجوده في الكورس تبعنا كيف تجمع الساين ماجنيتيود او كيف تجمع الونس كومبليمنت
بس موجود كيف بجمع وبطرح الـ 2's complement للـ assigned numbers. تمام شاء الله. طيب فبالنسبة طيب للسبتراكشن، نيجي على السبتراكشن. ايش السبتراكشن؟ انا بالسبتراكشن بعمل A ناقص B. هلا تذكروا الرول تبعت الانساين نمبر، انه احنا بدنا نحاول نبسط اللوجيك ونستخدم اللوجيك تبع الاديشن، الادر نفسه يسوي لي سبتراكشن. فانا بقدر هاي اعيد كتابتها A ناقص B، اعيد كتابتها زي هيك A زائد ناقص B، صح؟ ما في، ما غيرت اشي هون، لسه نفس العملية. طيب بديك تذكر، بديك تنتبه على شغله. ناقص بي في التوس في الساين نمبر ايش معناها؟ يعني ايش معنى انه يكون عندك رقم وتحط قدامه نيجاتيف؟ شو بتكون بتسوي قاعد؟ بتسوي عمليه بنسميها نيجيشن. ايش يعني نيجيشن؟ نيجيشن يعني انت بتعكس قاعد اشاره الرقم. كيف يعني بعكس اشاره الرقم؟ يعني اذا الرقم بي هو اصلا بوزيتيف، لما احط قدامه سالب شو راح يصير؟ اذا هو 3 راح يصير سالب 3. طب إذا B أصلاً هو سالب، يعني إذا B أصلاً كان سالب 3، لما تحط قدامه سالب شو بيصير؟ زائد 3. فأنت بس دائماً إيش عم بتسوي؟ عم تعمل إشي بنسميه نيجيشن، يعني اللي هو عكس إشارة الرقم، عكس إشارة الرقم اللي موجود. طيب بالتوس كومبليمنت، بالساين توس كومبليمنت، كيف بعكس إشارة الرقم؟ يعني إذا أنا عندي رقم 3 مثلاً من 4 بت، كيف بعكس إشارته؟ كيف بخليه سالب 3؟ شو بحسب له؟ مش بنحسب له التوز كومبليمنت، مش اذا هاي زائد 3، مش هلا قلنا اذا هاي زائد 3 كيف السالب 3 كانت؟ قلنا 1 0 1 1، اصلا هو هذا الجواب اللي طلع معانا هون قبل شوي، فهذا هو سالب 3، صح؟ فدائما فانت كيف، طب واذا عندك سالب 3 كيف تعكس اشارته بتخليه زائد 3؟ برضه التوز كومبليمنت، يعني اذا انت بلشت من هذا الرقم وبدك تعكس اشارته شو بتسوي؟ شو بتاخذ بالرقم؟ تعمل له توز كومبليمنت، هاي الواحد بضل واحد والباقيين بنعكسوا، بيعطيك التوس، بيعطيك الرقم بيعكس لك اشارته. فمعناته ناقص بي اللي هي النيجيشن هي تعتبر التو، هاي بامكاني انا هيك اسميها ناقص، الناقص بي هي نفسها اني ايش اسوي؟ ناقص بي هي نفسها اني اخذ الرقم بي وايش اعمل له؟ اسوي له توس كومبليمنت. فهذا this is the توس كومبليمنت، this is the توس كومبليمنت of بي. طيب كيف بقدر احسب التوز كومبليمنت؟ بذكركم التوز، واحدة طريقه انك تحسب التوز كومبليمنت بدل ما انك تبلش من اليمين وهيك، انك التوز كومبليمنت انك تعكس كل البيتس تبعون البي وبعدين تجمع واحد، مش هيك؟ في طريقه اللي هي الونز كومبليمنت زائد واحد، مش هيك؟ طب ايش اللي صار عندي هون؟ انه بدل سالب، بدل عمليه سبتراكت، شو صارت العمليه كلياتها؟ صارت العمليه كلياتها اد، وهذا نفسه بالضبط اللي كان يصير برضو للأنساين نمبرز في اللوجيك تبعنا. إحنا برضو بالأنساين نمبر كنا نستخدم نفس الطريقة، عشان هيك نفس الهاردوير راح نشوف كمان شوي بنستخدمه لبوث للساين والأنساين نمبرز. فبس خليني أول إشي أعطيك أمثلة نتأكد فعلا من هذا الإشي اللي حكيناه. هاي هدول أربع أمثلة على الأرقام البوزيتيف، وهذه ولا واحدة منهم من هدول الأمثلة بصير فيها مشاكل. وهون الأرقام ممثلين باستخدام 8 بت، طلع كيف تمثيل الـ 8 بت، هي 4 وهي 4، هذا الرقم هو زائد 6، واضح لأنه الـ most significant bit 0، صح؟ فهو موجب. ومين البتس اللي قيمتهم 1؟ البتس اللي الويت تبعهم 2 و4، إذن هذا أكيد زائد 6. أوكي طيب، واللي تحت الرقم اللي تحت هو زائد 13. إذا بجمع البتس عادي including الـ sign bit عادي بجمعها sign bit، بطلع معاي 1 0 0، وبالكاري 1 مثلا هون برضو 0 وبالكاري 1 بيجي هنا 1 والباقي 0. هذه لما تيجي تتفرج عليها كقيمة وتشوف الموست سيجنيفيكانت صفر، يعني الرقم بوزيتيف، وقديش هدول الويتس 1 و2 و16، إذا المجموع هو 19، وهذا فعلا الجواب الصحيح اللي أنا بتوقعه، مظبوط صح؟ طيب لو أنا هون، أنا صراحة إحنا هون مغطين لك كل الاحتمالات. ايش يعني كل الاحتمالات؟ مره كنا نحط الرقم اللي فوق اثنين يكون التو نمبرز يكونوا بوزيتيف، في مره اللي فوق يكون نيجاتيف، مره اللي تحت يكون نيجاتيف، ومره الاثنين يكونوا نيجاتيف. بس بكل الحالات انا هون ايش عم بسوي؟ عم بعمل عمليه جمع اديشن. يعني فمثلا سالب 6، سالب 6 زائد 13، قديش لازم يكون الجواب؟ سالب 7. طيب سالب 6 اصلا كيف ممثله في الباينري؟ سالب 6 ممثلة زي هيك. كيف عرفت هذا التمثيل؟ من وين جبت هذا التمثيل؟ أخذت الزائد 6 وعملت له توس كومبليمنت، صح؟ هذا بس عشان أورجيك هذا من وين أجا.
يعني هي 0 بعدين 1 والباقي كله بنعكس بصير 0 و 13 ضلت زي ما هي. اجمع البتس 0 زائد 1 1 1 زائد 0 1 وهكذا اجمع البتس طلع شو طلع ايش طلع عندك الجواب. هي الجواب هي الثمانية بتس الجواب وطلع عندنا كاري. هلا الكاري مبدئيا ايش بعمل لها اجنور بتجاهلها. هل الجواب صح؟ يس الجواب صحيح حيو زائد الجواب لانه بوزيتيف الساين بت وادش الرقم زائد 7 فالجواب صحيح. لما اجيت مثلا برضو قلت زائد 6 زائد الناقص 13 هي تمثيل الستة ما تغير. تمثيل السالب 13 هذه انتبه انت انه هنا العملية جمع. العملية جمع انا بس بمثل اوكي ما بعملش ولا شيء بس بجمع الارقام مثل ما هم. السالب 13 كيف تمثيلها؟ هي جاي من الـ من الـ من الزائد 13 لما عمل لها توز كومبليمنت فهيها 1 1 0 0 all ones وبجمع بيطلع 1 0 وبالكاري 1 0 وبالكاري 1 1 1 1 الرقم سالب لانه الموست سيجنيفيكانت بت اللي فيه 0 الجواب يعني. وهذا قديش هذا الرقم قيمته؟ هل هو فعلا سالب 7؟ صراحه بامكانك يا تقعد تجمع هي 1 زائد هذا الويت اللي هون اللي هو 8 واللي بعديه 16 32 64 واخر واحده هون سالب 128 وتجمعهم مع بعض مفروض يطلع معك الجواب سالب 7. او تستخدم الطريقه الثانيه. ايش قلنا الطريقه الثانيه؟ بما انه هو هذا الجواب اصلا سالب حوله شوف شو الموجب تبعه. شو الموجب تبع هذا الرقم؟ توز كومبليمنت 1 1 بتضلها مثل ما هي اول واحده بعدين بعكس كل البتس اللي بعديها 1 1 اول زيروز. الموجب تبعه هو زائد 7 اذا شو هذا الرقم؟ سالب 7 والجواب صحيح. متابعين معي ولا في شيء مش واضح؟ في اي سؤال هون؟ انا بس عم بورجيك انه بعمليه الاد بعمليه الجمع شو ما يكونوا الارقام اللي عم تجمعهم 2 بوزيتيف 1 بوزيتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف زي هون اخر شيء طلع هون 2 نيجاتيف هي هون هي اخذت السالب 6 اللي حسبتها فوق وهي برضه السالب 13 اللي كانت هون وجمعتهم جمع مفروض يطلع الجواب سالب 19 طلع هون لما جمعت هي 1 0 بالكاري 1 1 بعدين 1 0 بالكاري 1 1 في كاري برضه هلا الكاري بعمل لها اجنور ديسكارد ما بدخلها بالجواب. والبتس اللي ضايل الثمانية بتس هاي لو تحسب لها توز كومبليمنت عشان تشوف قديش البوزيتيف تبعها بيطلع توز كومبليمنت 1 1 0 0 1 وبعدين 3 زيروز. هذا ايش البوزيتيف قيمته؟ هذا البوزيتيف قيمته هذا 16 الواحد اللي هون وهذول الاثنين 3 فمجموعهم معناته بيطلع 19 اذا هذا اللي هون سالب 19 وهو الجواب الصحيح. تمام انا بس هون عم بتاكد انه هل فعلا هذا اللي هون هو سالب 19 هي تاكدت لك انه البوزيتيف تبعه 19 اذا هو فعلا سالب 19 او زي ما قلنا او بتجمع الويتس هذول بتجمع الويتس العاديه 1 و4 و8 و32 64 وسالب 128 برضه لازم يطلع معك سالب 19. في اي سؤال بخصوص عمليه الاديشن؟ نفس هذول الامثله نفس هدول الأمثلين معيودين بس إيش على أي عملية؟ على عملية السبتراكشن. يعني طلع الاختلاف الأساسي هون إيش هو؟ أنه أنا بدي أعمل بدل آد زي فوق كلياتهم صاروا العمليات سبتراكت. أوكي؟ وبرضو معطيك الأربع احتمالات أنه يكونوا الرقمين اللي عم تطرحهم من بعض زائد أو الرقمين اللي عم تطرحهم من بعض واحد سالب واحد زائد أو واحد زائد واحد سالب أو يكونوا التنين سالب زي هون. هل بطلع الإجابات دائما صحيحة باستخدام الطريقة اللي حكيناها؟ أول شيء شو الطريقة اللي حكيناها؟ إحنا قلنا بالسالب بدل ما أعمل A ناقص B بدل ما أسوي A سوري بدل ما أعمل A ناقص B هاي بحولها ل A زائد التوز كومبليمنت تبع ال B لأنه الماينس B هو النيجيشن فبعمل A زائد التوز كومبليمنت تبع ال B. وشو التوز كومبليمنت تبع ال B؟ هو عبارة عن A زائد B بار زائد واحد مظبوط. هذه لو بدك تسويها يعني هيك A زائد B بار زائد واحد. طيب خليني أنا مثلا أخذ المثال الأول. أنا المثال الأول A قيمتها A تبعتي قيمتها زائد ستة وB B لحالها بدون السالب انسى السالب B قيمتها 13 فأنا بدي أعمل A ناقص B يعني ستة ناقص 13
فحسب هذا الكود ايش بدي اسوي؟ السالب بدي احوله لزائد لبوزيتيف، والسته بتضلها مثل ما هي، الاي بتضلها مثل ما هي، هي شايف ضلت سته، بس البي اللي كانت زائد 13 ايش راح احط بدالها؟ بدل بي بدي احط بدل بي بدي احط التوس كومبلمنت تبع البي اللي هو بي بار زائد واحد، او التوس كومبلمنت تبع البي. عشان هيك تفرج ايش الرقم اللي محطوط هون، هذا مش زائد 13 هذا سالب 13. كيف عرفت؟ طلع الموست سيجنيفيكانت بت اللي هون، هذه الموست سيجنيفيكانت بت واحد، يعني زي كأنك دخلت السالب عند ال 13 وصارت هاي العمليه زائد، وبدل ما تحط هون 13 حطيت سالب 13. وضحت الفكره؟ طبعا يعني ال 13 ما هي، انا بعرف ان ال 13 هي زي هيك واحد لما تكون ممثله بيت بيت، هي ال 13 هاي هي ال 13 تبعتي. اذا السالب 13 هي التوز كومبلمنت لهذه اللي هي مكتوبه هون، هي واحد. انا شكلي غلطت بال 13، اه لا سوري 13 هي هيك، 13 هي هيك، هاي 13. فالتوز كومبلمنت لها هي 1 1 0 0 all ones، مزبوط. اوكي تمام، وبجمع. هلا بصير عمليه جمع، بتبطل طرح خلاص، بما اني حطيت التوز كومبلمنت تبع ال 13 بجمع. هاي 0 زائد 1 1 1 زائد 1 0 وبالكاري 1 1 زائد 1 زائد 0 0 وبالكاري برضه 1، هون بيجي 1 وهون بيجي 1. هلا الجواب طلع سالب اول شيء، وانا هيك متوقع لانه المفروض 6 ناقص 13 يطلع الجواب سالب 7. وهل هو فعلا سالب 7؟ يا سالب 7، لانك لو حسبت لهذا الرقم الجواب اللي طلع معك لو حولته لبوزيتيف كان راح يطلع 1 1 1 كل زيروز، كان راح يطلع زائد 7. اذا هو الرقم اصلا ايش؟ اذا الرقم هو سالب 7. وضحت الفكره؟ شوف المثال اللي بعديه هون، بدي اطرح ناقص 6 ناقص 13، يعني المفروض الجواب يطلع سالب 19. طيب الناقص 6 اللي هي ايه؟ هي ممثله زي ما هي. كيف عرفت انها ناقص 6؟ ايوه هذه واحد ناقص 6 ممثله صحيحه. طيب لما بدل ما اعمل ناقص 6 ناقص 13 بعملها ناقص، هيك بخليها ناقص 6 زائد، وبدخل السالب هون لجوا، زائد السالب 13، فهي برضه السالب 13 اللي كانت هون، وبجمعهم جمع عادي والرقم بيطلع سالب 16 والكاري سالب 19 والكاري is ignored. طيب زائد 6 A ناقص الناقص 13 لايش تتحول؟ لزائد 6 زائد زائد 6 هي بوزيتيف، والسالب بدخل لجوا عند ال 13 عند السالب 13 فبيصير زائد 13، فهي هون مكتوب زائد 13، ولما تجمع بيطلع الجواب صحيح. واخر مره لما بيطلع سالب 6 زائد 13 والجواب زائد 7. تمام، في هيك متاكدين احنا انه هاي الطريقه بتزبط صح؟ الاي زائد بي بار زائد 1 بتزبط لما يكونوا الارقام بالساين توز كومبلمنت ريبريزنتيشن. اوكي طيب، معناته ايش الهاردوير اللي بدي استخدمه؟ التوز كومبلمنت ادر سبتراكتر تبع الساين نمبر، يعني ايش اللوجيك اللي بدي اسويه؟ صراحه يعني نفس اللوجيك اللي استخدمناه، سيم هاردوير فور بوث سايند اند انساين نمبرز، بس بشرط انه الساين نمبر يكونوا ممثلين بالتوز كومبلمنت فورمات. نفس الهاردوير بنجيب، اذا كانوا A و B 4 بت، على فرض انهم 4 بت، بجيب 4 فول ادرز وبوصلهم مع بعض ريبل كاري. الA دائما داخلة مثل ما هي بدون أي اختلاف، الB باستخدام الـ XOR gate أو باستخدام المالتيبلكسرز زي ما حكينا المرة الماضية، يا بتدخل الB مثل ما هي أو بتدخل الB معكوسة، يعني يا بعمل A، إذا كنت عم بسوي جمع راح أعمل A زائد B. كيف هذا الإشي بسويه؟ كيف بعمل A زائد B؟ بحط عند الـ S قلنا صفر، أي إشي XOR مع صفر بضله نفسه، يعني هون راح يجي قلنا B 0 راح يدخل بي 0 مثل ما هو بدون اي تغيير، هنا على الاوتبوت تبع الاكس اور راح يكون بي 1 بي 2 اند بي 3، ويجمع لي الارقام عادي جمع عادي ما في اي اختلاف بينها وبين الانساين نمبرز. اما اذا كنت بدك تعمل اي سبتراكت بي، فهي بتتحول ل اي زائد بي بار زائد 1، وهذا الشيء بيتحقق عن طريق اني احط الاس قيمتها 1، فهي بيجي ال1 هون عشان يعوض عن الكاري اللي بدنا اياها، وهدول كلياتهم بيصيروا بار لانه اكس اور اي شيء اكس اور مع واحد بنعكس، فهدول بيصيروا كلياتهم بار، فبكون عايز كني زي عم بسوي A زائد B بار زائد 1.
اللي هي السبتراكشن وبطلع معاي الجواب زي ما انا بدي. اوكي طيب معناته انا هلا بس بدي اذكرك صراحه بدي اعمل يعني بدي اعمل زي ريكاب للموضوع اللي حكيناه احنا لغايه الان بالنسبه للهاردوير تبع الساين والهاردوير تبع الانساين نمبرز. اوكي فبس بدي اسويه على البورد عشان يعني بس هيك نلخص شو الشيء اللي وصلنا له لغايه الان. إذا كنا عم نحكي شباب عن unsigned numbers بعملية الجمع أنا ما في عندي أي مشكلة. again A زائد B جمع عادي، باخد A مثل ما هي و B مثل ما هي وبجمعهم. عملية subtraction A minus B في unsigned number آخر إشي إيش قلنا بدنا نسويها؟ قلنا برضو بدنا نسويها، استفدنا من موضوع two's complement مع أنه وقتها ما كانش الهدف من two's complement أنه يمثل sign numbers، كان بس الهدف منه أنه يحول subtraction لaddition عن طريق أني أعمل A زائد two's complement تبع B اللي هي two to the power n minus b، او اللي هي نفسها كنا نكتبها برضو a ما هي 2's complement برضو بتنكتب a زائد b bar زائد 1. بس كنا نعمل شغله هون في unsigned subtraction، لما نعمل subtraction كنا نتفرج على على الكاري الاخيره بهذا الجواب، الكاري الاخيره اللي هي في حاله الاربع بت اللي هي c4. شو كنا نسوي لما c4 كانت نقول تطلع واحد؟ كنا نحكي اذا c4 واحد معناته جواب subtraction صح، a minus b ما في داعي اعمل ولا شيء صح، لانه هذا الواحد بيمثل 2 to the power n اللي ضفناه هون. اما اذا c4 طلعت صفر معناته انا الجواب عندي هو هاد، وشو لازم اسوي للجواب؟ لازم برضو اخذ لازم هذا الجواب اللي هو a زائد هو بيكون هذا هو الجواب، شو لازم اعمل له؟ اعمل له 2's complement يعني اطرحه من minus 2 to the power n، فكنت اخذ الجواب بس كنت اكتبه بطريقه ثانيه صح، كنا نكتبه زي هيك 2 to the power n هاي اللي هون بس اكتبها هيك بهاي الطريقه 2 to the power n ناقص b ناقص a. اوكي ما هذه نفس اللي فوق شوي الوسع، خليني اعيد كتابتها مره ثانيه. هذه مش بقدر اكتبها، هاي اللي فوق هاي اذا كتبتها زي هيك مش نفس الشيء 2 to the power n minus ال b minus ال a نفس الشيء صح؟ هاي تأكد هاي 2 to the power n positive، دخل السالب جوا البي بتصير سالبة والA بتصير موجود نفس الرقم اللي هون. فإيش كنا نعمل لهذا الجواب؟ كنا نعمل له 2's complement، يعني كنت أطرح الماينس 2 to the power n من ماينس 2 to the power n ناقص B minus A، عشان إيش يطلع معي الجواب؟ الماينس 2 to the power n minus 2 to the power n تروح ويصير الجواب هو B minus A، يعني بدل ما تعمل A ناقص B تعمل B minus A لأنه البي أكبر من الA. وشو كنا نحط قدام الجواب؟ سالب. هذا اللي كنا نسويه بالunsigned numbers مظبوط، عشان بس تتذكروا. طيب بالsigned two's complement اوكي هي هذه خلصناها مثلا هون هيك، بديش امحيها داخليها يعني موجوده. هلا لما قلنا عن signed، لما قلنا عن الارقام signed اذا كانت ممثله باستخدام two's complement، طبعا لما احكي two's complement الارقام البوزيتيف هي نفسها بس الارقام النيجاتيف هي اللي بتكون محسوبه عن طريق two's complement. على كل حال الساين two's complement الجمع بضله مثل ما هو، برضه الارقام لما تكون لها اشارات بوزيتيف ونيجاتيف بجمعها مثل ما هي including الساين بت. ولما اطرح برضه a minus b برضه بستخدم نفس الطريقه هاي، بخلي هذا a زائد الناقص b، واحنا قلنا هذا النيجيشن هو بيصير من خلال two's complement، فهو بيصير a زائد b bar زائد 1. فطلع هون وهون هون وهون السبتراكشن نفسه وهون وهون الاديشن نفسه، عشان هيك نفس الهاردوير بزبط. بس هون انا ما في داعي اقعد اشيك على c4 واشوف هل c4 واحد ولا صفر، ليش؟ لانه عادي هون في هاي الحاله في الساين عادي انه a تكون اصغر من b، يعني اذا a كانت 3 وb كانت 5 عادي رح يطلع معي الجواب سالب 2، لانه انا هون عم بحكي عن ساين two's complement، يعني لما يكون الجواب سالب 2 رح تكون الموست سيجنيفيكانت بت عندي 1 واعرف انه الجواب سالب ويكون الجواب صحيح. اما اذا بسوي نفس الشيء لانسايند نمبرز، يعني اذا بسوي نفس الشيء لانسايند نمبرز الرقم هاي 3 وهذا 5 وباجي بدي اطرحهم، طب انا عم بحكي عن unsigned numbers،
فراح إيش بهاي الحالة إيش راح تطلع السي فور؟ راح تطلع السي فور صفر. وشو راح أسوي بالجواب؟ راح أسوي بالجواب راح أعكس الجواب، أعمل 5 ناقص 3 اللي هي 2، وأنا بعدين أضيف الإشارة لحالي، لأنه أصلاً إحنا قلنا أنه هدول أصلاً هم unsigned numbers، يعني الإشارة ملهاش معنى. فأنا بس بدي الماجنيتيود، الماجنيتيود الفرق between the two هو 2 كساين نمبرز. فأنا كنت بدي أوضح صراحة هاي النقطة الهاردوير. فبالتالي إذا رجعنا متذكرين الهاردوير اللي رسمناه بالمحاضرة الماضية لما عملنا زي هيك، لما جبنا فول 4 فول أدرز نفس الديزاين اللي عندي قبل شوي، كان إذا بتذكروا سوينا زي هيك صح، 4 فول أدرز قلنا هاي A 0 A 1 A 2 and A 3. دائما ال A بتدخل مثل ما هي، input B هو اللي بده XOR gate عشان إما يدخل B أو يدخل B bar حسب إيش العملية اللي بدي أسويها. إذا جمع بدي B مثل ما هي، إذا subtract بدي البي تفوت كB bar. فهي هون راح أحط طبعا هون هي B 0 B 1 B 2 and B 3، وهدول كلياتهم داخل عليهم الS اللي هي بتحدد هل أنت بدك تعمل جمع أو طرح الXOR زيها. هاي الرسمة نفسها اللي كانت موجودة على السلايد. طبعاً this is C0, C1, C2, C3 and C4، وهنا S0, S1, S2 and S3. هلا هذا الديزاين صحيح أنه بزبط for both signed and unsigned numbers، بس احنا قلنا في حالة الـ unsigned number، الـ unsigned number ممكن نضطر ناخذ الجواب ونعمل له two's complement. قلنا كيف نعمل two's complement؟ ردينا ضفنا نفس الديزاين. هلا انا بدل ما اضيف نفس الديزاين بدي اذكرك انه قلنا هيك شكل البلوك تبعه صح، نفس هذا اللي فوق. هي راح اكتب هنا 4 بت، طلع ايش راح اكتب 4 بت ادر سلاش سبتراكتر صح. قلنا في 4 بتس اللي هم تبعون A، هي A3 A2 A1 and A0، ولا قلنا الA بتكون هناك. قلنا يمكن نحط الA على الليفت سايد، هو صراحة يعني اوكي خلي الA هون على الليفت سايد، هي B3 B2 B1 and B0، وطبعا له الانبوت اللي هو الS، والأربعة outputs S3 S2 S1 and S0، وهي هون C4. متذكرين شو كنا نعمل لما يكون الرقم لما يكون الرقم بده توس كومبلمنت؟ قلنا ايش بعمل؟ يعني كنا نحكي بشبك الاي على زيروز، بحط الاي على زيروز صح، عشان اذا بده توس كومبلمنت. وهون البي شبكناهم على الاس هدول مثل ما هم زي هيك، هيك شبكناهم على الاس على الاوتبوت تبعي، اخذت الاوتبوت من اس 0 لاس هذا شبكتهم على بي. ومتذكرين هون هاي على ايش شبكناها؟ اذا بذكركم عملنا اند جيت، قلنا إذا كنت عم بسوي subtraction يعني الاس اللي هون كانت 1 والسي 4 طلعت عندي 0، السي 4 طلعت عندي 0 اوكي، شو كنا نسوي؟ كنا ناخذ هاي الاند جيت ونحكي له الجواب اللي هون دخل هون 1، فإذا بيدخل هون 1 شو بيعمل؟ هو بيعمل subtraction، بيطرح ال 0 بيطرح لانه هون 1 بيطرح A اللي هي 0 ناقص البي الأربعة بت اللي هم مين؟ اللي هم الاس 3، اللي هو بمعنى آخر بحسب التوس كومبليمنت وبيطلع لي الجواب هون. هلأ طب شو الإشي اللي بتغير بهذا الديزاين لما بدأ أصير أستخدمه for both signed و unsigned number؟ إيش هي الحالة الوحيدة اللي بدأ أسوي فيها هذا التوس كومبليمنت؟ مش بس لما يكون subtraction مع C4 صفر، لازم برضو أتأكد أنه الأرقام اللي أنا عم بسوي عليهم هاي الأوبريشن هم unsigned numbers، لأنه إذا الأرقام signed numbers لا ما في داعي أسوي إشي هون بالجواب، لازم يضل الجواب مثل ما هو. فلازم الاند جيت صراحة، لازم الاند جيت هاي يدخل عليها كمان سيجنال هون. هذه السيجنال هاي بتيجي من الكمبيوتر، يعني مش إحنا
بس الكمبيوتر بده يحكي لي هل الأرقام اللي أنا عم بسوي عليها الأوبريشن هي signed ولا unsigned. فمثلاً ده أسمي هاي السيجنال زي هيك، ده أسميها حط عندها مثلاً هلأ بابل، هلأ بحكي لك ليش بحط عندها بابل، لأني بدي أسمي السيجنال ده أسميها signed slash يمكن هون الخط يكون صغير، هيدا أسمي هيدا أحط الاسم هون، ده أسمي أنا السيجنال signed slash unsigned وأحط فوق كلمة unsigned complement. إيش معناتها لما أسميها هيك؟ يعني إذا كانت هاي السيجنال واحد معناته الأرقام signed، وإذا الأرقام كانت signed حتى لو هنا كنت عم بسوي subtraction وطلع هنا صفر ما بحتاج أسوي two's complement. فإذا كان واحد بسبب البابل هذا بيطلع صفر، وإذا هذا طلع صفر two's complement ما بيشتغل، بس بجمع عادي صفر زائد الرقم نفسه فبطلع الرقم نفسه على الجواب ما بتغير. اما اذا كانت اما اذا كانوا الارقام unsigned يعني كانت هاي السيجنال صفر مع التوس مع الانفرتر اللي حطيته هون بتصير واحد، واذا كنت انا اصلا عم بسوي سبتراكشن يعني هاي 1 وطلعت السي 4 0 لازم اعمل التوس كومبلمنت. فالاختلاف الوحيد في الديزاين تبع المره الماضيه انه لازم اتاكد اني ما اعمل توس كومبلمنت للجواب هاد، مش بس إذا subtraction و C4 صفر، برضو أتأكد أنه الأرقام أصلاً are unsigned numbers. طبعاً إذا أنت سميت السيجنال، إذا أنت افترضت أنه السيجنال اسمها signed unsigned يعني خليت signed هي الزيرو والsigned هي الواحد، بكل بساطة بتشيل الانفرتر خلص ببطل في داعي للانفرتر، حسب أنت إيش مسمي السيجنال تبعتك أو إيش معتبر إيش معنى أنه السيجنال تكون صفر أو واحد. أوكي، في أي سؤال شباب هون على هذا الديزاين؟ أي سؤال؟ تمام هيك. طيب نرجع شوي للسلايد ونحكي هلا هيك مبين زي كأنه المشكلة بس ممكن تصير بالأنسايند وأنه الساين نمبرز ما عمره بيعمل لنا مشاكل. طبعا هذا الحكي مش دقيق، خليني هلا أورجيك مشكلة تانية ممكن تصير صراحة في الساين وفي الأنسايند نمبرز اللي هي مشكلة الأوفر فلو. خليني بس ارجع هون على السلايدات وموضوع الاوفر فلو. اوكي، ايش يعني اول شيء؟ شو يعني اوفر فلو؟ ايش يعني انه يصير عندي اوفر فلو؟ صراحه انه يصير عندي الاوفر فلو معناته انه يطلع الرقم اللي الجواب تبعي بعمليه الاديشن او بعمليه السبتراكشن اكبر من الاربعه بتس اللي انا موجودين عندي. يعني مثلا ايش يعني اول شيء؟ شو يعني اربعه بتس؟ اول شيء انا كنت قبل شوي مفترض انه A و B كل واحد فيهم 4 بت صح، والجواب اللي هو من S0 ل S3 برضه 4 بت. طب هل دائما 4 بت بكفوا؟ بلكي انت عم تجمع رقم كبير مع رقم كبير مثلا يعني بالبوزيتيف نمبرز. يعني مثلا تخيل انت عم تجمع، تخيل عندك الارقام بوزيتيف وهيك هم 4 بت، هي زي هيك، هي هذا 7، هذا اكبر رقم بوزيتيف بال4 بت اللي هو زائد 7، ما فيش اكبر من هيك بال4 بت. وطبعا عم بحكي عن توس كومبلمنت. وبرضه نفس الشيء هون، هي افرض اجمع 7 وبدي اجمع زائد 7 وبدي اجمعهم مع بعض، 7 زائد 7 قديش بيطلع عندي الجواب؟ المفروض يطلع عندي الجواب 14 زائد 14 طبعا، بس هل انا بقدر اصلا امثل زائد 14 باستخدام 4 بت؟ بزبط، طلع جرب انت اجمع، جرب اجمع هذول مع بعض ايش راح يطلع؟ طلع راح يطلع الجواب 0 وبالكاري 1 وهنا 1 وبالكاري 1 وهنا برضه 1 وبالكاري 1 وهي هنا 1 وخلصت، وهنا فيش شيء صفر. هل هذه الكاري الاخيره؟ هلا اذا بتفرج على هدول الاربعه بتس شو طلع معي الجواب؟ الجواب مفروض يكون زائد 14، بس طلع لما يكون الموست سيجنيفيكانت بت في الجواب واحد وانت عم تحكي عن ساين نمبرز هذا معناته انه الجواب طلع معك سالب. يعني انت جمعت تو بوزيتيف نمبر وطلع معك الجواب سالب، وهذا الشيء غلط. ليش؟ شو السبب انه هذا الشيء طلع غلط؟ لانه الأربعة بتس ما بيقدروا يمثلوا الزائد 14، أكثر الجواب طلع أكبر من ما أنه يوسع بالأربعة بت. طب هو قديش بيحتاج؟ هو دائما بس بيحتاج بت زيادة. يعني إيش هي البت الزيادة؟ تخيل أنت لو أنه تخيل أنت لو عم تتفرج على الجواب بدل عم تتفرج على الأربعة بت، لو أنك عم تتفرج على الخمسة بتس اللي هم الجواب مع الكري، هل بطلع هيك صح؟ هل بطلع زائد 14؟ يس، لأنه طلع هاي هي الموست سيجنيفيكانت بت اللي هي بطلع الجواب زائد معناته، وهدول قيمتهم 14 فبيطلع مظبوط الجواب، بيطلع الجواب صح 14. بس طب ليش ما معناته ما انا دائما اخذ الكري بعين الاعتبار؟ ما بيصير تاخذ الكري اصلا بعين الاعتبار لانه الكري ما بتتخزن، الكري فلاج
مش زي الاس الاس 3 والاس 2 والاس 1 والاس 0. هدول لهم مكان يتخزنوا فيه، في مكان يتخزنوا فيه في الميموري، في الريجستر زي ما راح نحكي بالشابتر 5 وهكذا. اما الفلاج انت دائما تتوقع لما عم تجمع 4 بت، مع يعني هيك الكمبيوترز والديجيتال سيستمز مصممه، اذا عم بجمع 2 4 بتس نمبر الجواب بده يتخزن برضه ك 4 بت فاليو. فهل اذا بس اخذت الاربع بت هل الجواب بيطلع صح؟ لا، الجواب بيطلع غلط، فمعناته في شيء هون بنسميه اوفر فلو. يعني الاوفر فلو الجواب اكبر فاض، يعني اوفر فلو يعني في فيضان في الجواب، الجواب فاض عن السبيس، عن المساحه اللي موجوده عندي اللي هي الاربع بت، احتاج لخمسه بتس مش اربع بت. فهي الحاله بنسميها اوفر فلو. فهي الاوفر فلو ان جنرال تعريفها اذا انت احتجت بدل n bits احتجت ل n زائد 1 bit، هي دائما بس تحتاج لبت زيادة، مستحيل تحتاج أكثر من 1 bit، هي maximum 1 bit زيادة. بس إذا احتجت لهاي البت الزيادة هذا بنسميه overflow. إمتى ممكن تحتاج لهاي البت الزيادة؟ هل بس بالaddition؟ لا، حتى برضو ممكن تحتاجه في subtraction، خصوصا في حالة unsigned number. فخلينا نشوف كيف بعرف أنا هل صار في overflow ولا لا لما اعمل اديشن وسبتراكشن للانساين نمبرز، ولما اعمل اديشن وسبتراكشن للساين نمبرز. اوكي، مره للارقام اللي ما لهاش اشارات ومره للارقام اللي لها اشارات. اول شيء نيجي على الانساين نمبرز، امتى بيصير الانساين نمبر اوفر فلو؟ الانساين نمبر اوفر فلو طلع ايش الرول بتقول لك؟ الانساين نمبر اوفر فلو از ديتكتد فروم ذا اند كاري اوت. الاند كاري اوت يعني هي الاخر كاري. وين ادينج تو انساين نمبرز، لما تجمع رقمين ويكونوا تو طبعا unsigned numbers. مثال طلع هون هذا الرقم كunsigned number ايش يساوي؟ 8. تلاحظ اني ما حطيت لا زائد ولا ناقص لان قاعد بحكي unsigned number، فخلص الويتس اللي احنا بنعرفها عاده 1 2 4 8، اذا هذا 8 وهذا 0 0 0 1 1 هو 12، وبدي اجمعهم 8 زائد 12 ايش المفروض يطلع الجواب عندي؟ 20. هل 20 بتتمثل باربع بت؟ الجواب لا. كيف عرفت؟ لانه انا بعرف انه 4 بت اكثر شيء بيقدروا يمثلوه هو 15 اللي هو لما يكونوا كلياتهم ونز بالانساين نمبرز. طيب معناته 20 اكيد راح تسوي لي اوفر فلو. كيف بعرف انه صار في اوفر فلو؟ طلع لما تجمع رقمين unsigned وما يوسعوا بالاربع بت دائما الكاري فلاج تبعك اخر كاري الاند كاري اخر وحده بتكون واحد. طلع هاي هون هاي 0 زائد 0 0 هاي 1، هون لما تجمع 1 زائد 1 0 وبالكاري 1. جرب مثال ثاني، جرب مثلا 7 هاي 7 زائد مثلا 9 هاي 1 0 0 1، الجواب 16 اللي هي اكثر من ال 15 بواحد. طلع هاي هون هاي 0 وبالكاري 1 وهي هون 0 وبالكاري 1 برضه وهي 0 وبالكاري 1 وهي 0 وبالكاري 1. لاحظ قديش طلعت ايش الاند كاري، شو طلعت الاند كاري؟ طلعت واحد. فايش بعرف انه ايش معناته عندي؟ بما اني عم بجمع تو unsigned number، يعني دائما بدك تتذكر هاي القاعده، اذا كنت عم تجمع تو unsigned numbers وطلعت الكاري الاخيره الاند كاري واحد، معناته ايش في عندك؟ اوفر فلو. اصلا اوفر فلو بت هي بت، هي كمان زيها زي الكاري، وفي حاله unsigned number بيرمزوا لها الاوفر فلو عشان ما يكتبوها دائما او في. الاوفر فلو في حاله الاديشن تبع الانساين نمبر ايش بتساوي؟ السي الكاري، اي كاري، الكاري الاخيره اللي هي ايش دائما رقمها؟ سي ان، مش هيك كنا؟ يعني مثلا لما يكون عندي 4 بت شو كان اسم الكاري الاخيره؟ سي 4. لما يكون مثلا 5 بت بتكون الكاري الاخيره هي سي 5. فدائما الاوفر فلو بيساوي الاند كاري اوت. هاي العلاقه دائما هاي صحيحه امتى؟ إذا كنت عم تحكي عن unsigned وعم تحكي عن addition، عن جمع. طب unsigned subtraction، يعني إذا كنت عم بطرح أرقام unsigned من بعض، هل ممكن يصير overflow؟ الجواب لا. It's impossible to get an overflow when you subtract unsigned numbers. ليش؟ لأنك دائما لما تعمل subtraction في unsigned numbers القيمة magnitude بتصغر، بغض النظر عن الإشارة. بس انت مثلا دائما لما تكون عم تطرح مش عم تجمع، الرقم ما بيكون عم بيكبر زي بالجمع، الرقم عم بيصغر. وignoring الساين، ignoring الاشاره، لانه انا اصلا عم بحكي عن unsigned numbers، فمعناته الاوفر فلو مستحيل، يعني ما عمره راح يصير في عندي اوفر فلو اذا كنت عم بعمل subtraction للunsigned numbers. subtraction للunsigned numbers ما بتسبب اوفر فلو.
أما الـ adding في الـ unsigned numbers ممكن يسبب overflow إمتى؟ إذا كان الكاري الأخير الـ end carry يساوي واحد، هذا معناته في overflow. واضحة فكرة الـ detection تبعت الـ overflow للـ unsigned numbers؟ فهي بس الكاري. طيب بالـ signed numbers، بالـ signed numbers طبعاً عم بحكي مش عن الـ signed magnitude ولا عن الـ ones complement، عم نحكي عن الـ two's complement. two's complement signed number. بالـ two's complement signed number كيف، هل برضو بيصير الاوفرفلو بس في حالة الاديشن؟ صراحة الجواب لا، الاوفرفلو ممكن يصير، احتمال يصير مع الاديشن واحتمال يصير مع السبتراكشن، بس في شروط. هو ممكن يصير بالاديشن اذا كانوا التو نمبرز، التو اوبرانس اللي عم بجمعهم لهم نفس الاشارة. يعني اذا كنت عم تجمع تو بوزيتيف نمبر ممكن يطلع معك الجواب كتير كبير وما يوسع بالأربعة بيتس، أو إذا كنت عم تجمع two negative numbers رقمين سالبين ممكن يطلع معك الرقم كتير صغير وما يوسع برضو بالأربعة بيتس، فهي بهاي الحالة بنسميها overflow. فالoverflow بالaddition ممكن يصير إذا الأرقام إلهم نفس الإشارة. طب إمتى ممكن يصير في overflow في حالة subtraction؟ subtraction بتسي احتمال الoverflow يصير إذا الoperands كان إلهم إشارات مختلفة different signs. ليش؟ لانه طلع انت لو كنت عم تعمل انت A، لو كنت عم بتسوي A ناقص B، اوكي؟ اذا انا اعطيتك معلومة انه A positive و B positive، الاثنين يعني لهم نفس الاشارة، معناته ايش راح يصير في الجواب؟ الرقم شو راح يصير فيه؟ اكيد راح يصغر، يعني بغض النظر هو صغر لسالب ولا صغر لموجب، بس راح يصغر، فما بيصير overflow. بس تخيل لو انهم اشاراتهم مختلفة، يعني تخيل انه B سالب، لما تيجي تعمل A اللي هي positive ناقص الناقص بتصير زي كأنك عم، هاي الناقص ناقص بتصير زي كأنها زائد، فبترجع زي كأنك عم تجمع two positive numbers، وبالتالي ممكن يصير في عندك overflow. نفس الإشي لو كان العكس، لو كانت A هي السالب و B هي positive، إيش بيكون عم بتسوي هون؟ ناقص الناقص زائد بتصير ناقص ناقص، يعني زي كأنك عم تجمع two negative numbers، يعني عم تجمع رقمين لهم نفس الإشارة، وبالتالي ممكن يصير في عندي overflow. ممكن، مش أكيد، مش دام، مش إذا يعني مش إذا addition ونفس الإشارة معناته خلص أكيد في overflow، لا، احتمال يصير في overflow. ونفس الشيء subtraction، إذا الإشارات مختلفة برضو احتمال يصير في عندي overflow. هلأ أنا بس بدي أورجيك شو هي الرول، ويعني مكمل المحاضرة الجاي. طلع مثلا أنت هون، أنا المثال اللي هون طلع بدي أورجيك شغلة، بدي أفترض أنه عندي رقمين، أوكي، وهدول الرقمين بغض النظر شو هدول البيتس تبعونهم، أنا ما بيهمني شو هدول البيتس، أوكي، يعني شو اللي significant bits، أنا بس بدي أتفرج على الموست significant bit اللي هي الساين بيت، بدي أتفرج على الساين بيت، وبدي أتفرج مثلا ممكن تكون 00 أو 11 أي شيء، وبدي أتفرج على الكاري اللي جاي لهاي الساين بيت من البيت اللي قبليها، والكاري اللي بدي يطلع منها، أوكي، بدي أحط كل الاحتمالات. فمثلا طلع هون الاحتمالات الأربعة اللي فوق هدول هم اللي ما بيس اللي مش صاير فيهم overflow. طلع إذا أنت كنت أول إشي إيش العملية اللي هون؟ العملية اللي هون جمع add، عم تجمع رقمين الموست significant bit اللي فيهم zero، هاي الزيرو اللي هو معناته إنه هاي هي الموست significant، بس أنا مش كاتب الرقم، أوكي؟ يعني الرقمين إيش مالهم؟ positive، صح؟ عم بجمع two positive number. إذا الكاري اللي جاي من الأبل هي صفر، لما تجمع صفر زائد صفر زائد صفر راح يطلع الجواب صفر، والكاري اللي طالعه ايش راح تكون؟ برضو راح تكون زيرو، صفر، صح؟ تمام. طيب لو انت كنت خد هذا المثال اللي هون، لو كنت عم تجمع رقمين سالبين واحد وواحد، جمع ارقام سالبه، اوكي، نفس الاشاره التنين، وكانت الكاري اللي جاي واحد، واحد زائد واحد زائد واحد 1، وبالكاري ايش طلعت الكاري اللي طلعت من هون؟ طلعت الكاري برضو بتكون واحد، اوكي. طيب هلا هاي هذا هيك تمام. طيب لو كنت عم بسوي سبتراكشن والارقام اشاراتهم مختلفه، يعني زي هون طلع واحد صفر وواحد، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، وهي سالب، هاي ما هي اصلا لايش راح تتحول؟ بدي اذكرك لايش راح تتحول. هاي راح تتحول، هذا اللي فوق بضله زي ما هو، هذا اللي تحت لما احسب له التوز كومبلمنت، بما انه هون واحد ايش بيصير بدالها بالتوز كومبلمنت؟ مش هاي راح تنعكس، راح تصير صفر، وايش راح يصير بدالها؟ اديشن. فشو راح تصير هاي اللي هون زيرو سالب واحد؟ راح تصير زيها زي هاي الحال اللي هون، وراح ولما يجيها صفر راح تطلع صفر، ما في اي اختلاف. طيب ونفس الاشي اذا كان واحد ناقص صفر، هاي بتصير واحد، هاي بتصير واحد زائد،
هاي بتصير واحد زائد واللي تحت عشان بحسب التوز كومبليمنت بصير واحد زائد واحد، فلما يجي 1 بيطلع الجواب 1 وبالكاري 1 زي هاي اللي هون. هدول الاربع حالات اللي انا ورجيتك اياهم هم الحالات اللي ما بيصير فيهم اوفر فلو. كيف عرفت انه ما في اوفر فلو؟ انا هون جمعت 2 بوزيتيف نمبر سواء هون او في هون، طبعا جمعت 2 بوزيتيف نمبر وشو طلع معي الجواب؟ بوزيتيف. برضه هون جمعت 2 نيجاتيف نمبرز وشو طلع معي الجواب؟ طلع معي الجواب نيجاتيف عادي زي ما انا بتوقع، الاشاره ظلت صحيحه. طيب طب هون طبعا طلع في الحالات اللي تحت، لما انت تيجي تجمع 2 بوزيتيف نمبر 0 زائد يعني الموست سيجنيفيكانت تكون 0 0 الموست سيجنيفيكانت اوكي، وتكون بس الكاري اللي جاي مش صفر زي هون تكون جاي واحد، لما تجمع ايش بصير هون؟ واحد. وايش الكاري اللي بتطلع؟ صفر. هلا انت هون جمعت 2 بوزيتيف نمبر والجواب ايش طلع معك؟ نيجاتيف. ففي شيء غلط، في شيء غلط يعني في اوفر فلو. برضه نفس الشيء هون عندك 2 نيجاتيف نمبرز 1 و1، لما يكون اللي جاي صفر مش واحد زي هون بصير الجواب 0 بالكاري 1. مره ثانيه انت جمعت 2 نيجاتيف نمبرز وطلع معك الجواب بوزيتيف، معناته في خطا. ونفس الحكي بينطبق على التنتين اللي بالنص. فلاحظ الحالات اللي فيهم الشيء صار خطا، شو العلاقه بين الكاري اللي قبل الاخيره والكاري الاخيره؟ دائما عكس بعض، طلع الزيرو طلع واحد، الزيرو طلع واحد، الواحد طلع زيرو والواحد طلع زيرو، يعني عكس بعض. اما الحالات اللي ما صار فيها شيء خطا كانت الكاري الاخيره اللي هي السي ان والكاري اللي قبل الاخيره اللي هي السي ان ماينس واحد زي بعض. فعشان هيك استنتجوا انه بامكاننا نحسب الاوفر فلو تبعت الساين نمبر بطريقه سهله كثير، اللي هي الاكس اور جيت. هذه متذكرينها، هذا الرمز، هذا الرمز تبع الاكس اور. الاكس اور امتى بيكون واحد؟ الاكس اور بيكون واحد اذا كانوا سوري، هاي الاكس اور جيت. الاكس اور بيكون واحد، الاكس اور بيكون عندي واحد الجواب اذا كان اذا كانوا مختلفين عن بعض، صح؟ الاكس اور بيكون واحد يعني في اوفر فلو. الاوفر فلو مرات بنمزولها في او او في، اوفر فلو او في عادة او في احسن، اوفر فلو لانه في مرات بيكون معناها valid bit. فاذا اخذت انا الكاري الان ماينس الان ماينس 1 واخذت الكاري ان وعملت لهم اكس اور مع بعض وطلع الجواب واحد، هذا معناته في اوفر فلو. اذا طلع الجواب زيرو معناته ما في اوفر فلو. فهلا انت صار عندك طريقتين لحساب الكاري. هذه اللي هون، هاي الكاري الاخيره اللي هي السي ان، هاي اللي هي هون برضه مسميه سي، هي سي ان. هاي بتكون الاوفر فلو لمين؟ هاي الاوفر فلو تبعت زي ما كتبنا قبل شوي تبعت الانساين، وبس في حاله ايش؟ بس في حاله الاديشن، بس لما اكون عم بجمع. بدك تتذكرها زي ما اما الساين نمبر سواء كنت عم تعمل اد او كنت عم تعمل جمع او طرح، فكيف طريقه حساب الاوفر فلو؟ هي من خلال الاكس اور جيت، بس باخذ سي ان وسي ان ماينس 1 وبحسب لهم الاوفر فلو. طبعا مين هون بالديزاين، مين هي سي ان وسي ان ماينس 1؟ مثلا في هذا الاكزامبل سي ان ماينس 1 هي سي 3 وسي ان هي سي 4 الاخيره. وايش بسوي لهم هون؟ بسوي لهم هذه زي هيك، بس بسوي لهم اوفر فلو، بسوي لهم هيك سوري هي هيك. هذا الاوتبوت هذا بيكون بيمثل الاوفر فلو في حاله اذا كانوا الارقام ساين. وباخذ من سي 4 لاين لحالها، وسي 4 هاي بتكون الاوفر فلو برضه بس بحاله اذا كانوا الارقام سايند وكانت العمليه اديشن. ضروري تركز على التنتين سايند سوري انسايند والعمليه اديشن. اما اللي تحت بس اذا كانوا الارقام سايند بغض النظر عن العمليه هل هي اديشن او سبتراكشن، هاي البت هي الاوفر فلو. اوكي، في اي سؤال على الاوفر فلو؟ برجع ان شاء الله بحكي عنه لانه راح نحكي عن الاكزامبلز هذول في المحاضره وبنكمل ان شاء الله. ان شاء الله يعني باذن الله بالمحاضره القادمه بنخلص هذا الجزء من الماده ويمكن نبلش بشوي بتشابتر 5 ان شاء الله. شباب بنتمنى لكم التوفيق في اساينمنت 2 وديروا بالكم، خذوا يعني وقتكم، راجعوا الاسئله هيك ويعني تروقوا، تاكدوا انه كل شيء تمام عشان ما يروح عليكم علامات ان شاء الله. في اي اسئله؟ في حد عنده اي سؤال بالنسبه للشرح، بالنسبه للاساينمنت؟ اي سؤال؟ كله تمام. شكرا لكم ويعطيكم العافيه
وكل عام وانتم بخير بمناسبة يعني رمضان. نشوفكم الأسبوع الجاي نكون إن شاء الله صايمين، فإن شاء الله نشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم.